نيجي لبرج الاسد. برج الاسد بقول له الفتره دي ما تاخدش اي قرارات خالص في اي حاجه خالص، بلاش تاخد قرارات، بلاش توافق على اي شغل، بلاش تتخانق مع حد عشان المواضيع هتروح في حته تانية خالص. بلاش تاخد قرار في اي حاجه، لا عاطفيا ولا ماديا ولا عمليا، لان يعدي بس اسبوع. انا عايزه بس يعدي بعد يوم 15 او بعد يوم 20 الدنيا هتختلف معاك. تمام. اوكي، الدنيا هتختلف معاك، الدنيا هتلاقي في عرض شغل بيتعرض عليك جديد. لان السنه دي برج الاسد عنده من 3 ل 4 شغلانات مختلفين هيشتغل. من 3 ل 4 شغلانات مختلفين، وحاجات ممكن يكون ما اشتغلهاش اساسا قبل. هيختار بينهم ولا هيشتغلهم كلهم مع بعض؟ كلهم مع بعض. تمام. اوكي. يعني الفتره دي يهدى شويه. الفتره دي يهدى شويه، ما ياخدش قرار لا عاطفيا ولا ماديا ولا عمليا ولا اي حاجه خالص. تمام. اوكي.